السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم في الفيديو ده عن الميتاليك بوند. والميتاليك بوند نبدأ كده فيها ان كل ميتال ايون، تمام، الميتال ايونز او هي اغلبها بتبقى بوزيتيف ايونز. الميتال ايونز او الميتال بوزيتيف ايونز بتبقى arranged in a certain manner، بتبقى مرصوصه جنب بعضها بطريقه معينه في الكريستال لاتس، في الكريستال لاتس، تمام. فبالالكترونز بتاع الاوتر موست شيل، تمام، بتترتب بطريقه معينه وتعمل فالنس كلاود الكترونز، بتعمل فالنس كلاود الكترونز، سحابه الكترونيه زي ما بيقولوا، وبتربط كل الميتال بوزيتيف ايونز ببعضها، تمام، which binds all this gathering of metal positive ions in metallic bond، تمام. طيب ده في الميتال بوزيتيف ايون اللي هو بوزيتيف 1 زي مثلا الصوديوم. طيب تعالى لو البوزيتيف ايونز بوزيتيف 2 مثلا زي الكالسيوم او بوزيتيف 3، بيبقى الميتاليك بوند اكتر، بتبقى الميتاليك بوند اكتر لان الفالنس الكترونز هتبقى اكتر، تمام، والسترينث بتاع الميتاليك بوند هتبقى اقوى، والهاردنس بتاع الميتال هتبقى اكتر هاردنس، وبالتالي الميلتنج بوينت بتاع الميتال ده هتبقى اقوى، تمام. يبقى نقول ان النمبر اوف فالنس الكترونز بروبورشنال تو ا سترينث اوف ا ميتاليك بوند، تمام، والنمبرز اوف فالنس الكترونز، تمام، في الكريستال لاتس بتاع الميتال بوزيتيف ايون is a proportion directly proportional to hardness of metal and proportional directly proportional to melting point of metal. يبقى انا كل ما زود كل ما زاد الفالنس الكترونز كلاود، تمام، هتزيد السترينث بتاع الميتاليك بوند، تمام، وهتزيد الهاردنس بتاع الميتال، وهتزيد الميلتنج بوينت. وبكده نكون خلصنا الفيديو ده، وتابعونا في البلاي ليست بتاع الكيمستري فور ثيرد سكندري. و اللي عجبه الفيديو يدوس شير ولايك ويسيب كومنت وسبسكرايب، وتابعونا في البلاي ليست. وكل ما تابعتوا اكتر فيديوهات الكيمستري هينزل فيديوهات اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.